وفي إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، فقد تابعت بعثة الحج وصول الحافلات التي تقل ضيوف الرحمن إلى مخيماتهم بعرفات واكتمال مخيمات حجاج القرعة، وتزينت لاستقبال ما يقارب 11 ألف حاج من حجاج القرعة. والمزيد مع موفد التلفزيون المصري عبد الله بركات. نحن على مشعر منى، وقبل قليل كنا على صعيد عرفات نتفقد التجهيزات الخاصة بحجاج القرعة والمخيمات الخاصة بإقامتهم خلال فترة أدائهم المناسك. هناك خطة وضعتها بعثة حج القرعة لاستقبال الحجاج منذ لحظة وصولهم إلى صعيد عرفات. التجهيزات الخاصة بالمخيمات التي تم اختيارها بعناية لتكون بالقرب من مسجد نمرة وكذا جبل الرحمة. هذه التجهيزات تتعلق بوسائل الإعاشة من خلال توفير وجبات على مدار اليوم للحجاج، وأيضا الوسائل اللوجستية الخاصة بالتكييفات الموجودة داخل المخيمات ووسائل الإعاشة الموجودة داخل المخيمات على مدار اليوم. وأهم هذه التجهيزات هي الخاصة بالحافلات التي ستكون موجودة إلى جانب المخيمات بهدف التسهيل على الحجاج أثناء فترة النفرة إلى المزدلفة، ومن النفرة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى، حيث هنا مخيمات خاصة لحجاج القرعة. ذات التجهيزات الموجودة بمخيمات الخاصة بالحجاج على صعيد عرفات هي موجودة هنا، تجهيزات لوجستية وتيسير وسائل الإعاشة الخاصة بالحجاج لقضاء أو المبيت هنا بمنى ليلتين في حالة التعجل وثلاث ليالي في حالة عدم التعجل. كل هذه التيسيرات موجودة، والحافلات مجهزة على أعلى مستوى لنقل الحجاج من مكة ثم إلى عرفات ومن عرفات إلى منى، وعقب انتهاء أيام التشريق يتوجه الحجاج إلى مكة المكرمة إلى فنادق إقامتهم التي تم اختيارها بعناية بالقرب من الحرم المكي الشريف. استعدادات تامة واستعدادات كبيرة قامت بها بعثة حج القرعة للتسهيل على الحجاج المصريين ما يقارب 11 ألف حاج من حجاج القرعة. تم توفير كافة سبل الراحة لهم في المناسك في مشعر منى وعلى صعيد عرفات وفي مزدلفة.